عندما كنتم عدنا صباح الشروق وحنواصل في نفس التراك تراك الصحة العامة يا تيسير أهلا بك مرة ثانية وأهلا بضيفتك مرحب بكم ومرحب بكل مشاهدينا كل المهتمين بصحة البشرة والشعر دائما من خلال الصباح نحاول أن نقدم جرعات مختلفة فيما يخص الصحة اليوم حيتحدث في مساحة الصحة فيما يخص البشرة والشعر حديث عن التصبغات الجلدية سعداء أن تكون معنا دكتورة ريهام محمد الحاج صيدلانية ومختصة في مشكلات البشرة والشعر مرحب بك وصباحك صحة أهلا وسهلا صباحك خير تيسير صباحك خير محمد وصباح الصحة والعافية لكل مشاهدينا ومتابعينا أهلا وسهلا حبيكم يمكن هو الحديث عن التصبغات الجلدية نعم. خلينا بداية كده يعني نقول نحن بنعني شنو لما نتكلم عن التصبغات الجلدية نعم التصبغات الجلدية طبعا هي واحدة من المشاكل الشائعة جدا خصوصا الفترة مؤخرا بقت تردد على العيادات بسبب المشاكل التصبغات الجلدية كثيرة جدا طيب نفهم شنو لما نحن نقول تصبغ جلدي لازم نعرف الحاجة الطبيعية المكونة لبشرتنا الصبغة نفسها أو صبغة الميلانين مسؤولة منها خلايا معينة تسمى خلايا المينوسايد الخلايا دي مسؤولة من إفراز صبغة الميلانين صبغة الميلانين هي المسؤولة من لون بشرة كل شخص مسؤولة من لون بشرتي وبشرتك وبشرة محمد وغيره مميزة للناس مميزة لقبائل مميزة لشعوب مثلا الأفارقة بنلقى عندهم الصبغة دي موجودة بكثرة هي أدتهم اللون الغامق شوية بنلقى مثلا عند العرب نوعا ما متوسطة فأدت اللون الأسمر شوية بنلقاها قليلة جدا عند الأوروبيين وأدتهم اللون الفاتح فيبقى الصبغة دي هي مميزة للناس اللي بيحصل شنو؟ بيحصل زيادة في إفراز الصبغة دي نتيجة لخلل معين اللي هو الخلل في الصبغة دي أو في الخلايا دي بيحصل إفراز أو زيادة في النشاط حقها بيبدأ يزيد لنا إفراز صبغة الميلانين بالتالي بتكون لنا لون أسود أو لون أغمق من لون الجلد الطبيعي اللي هي بالتالي تسمى تصبغ جلدي صح ممكن هي التصبغات أنواع مختلفة الكلام عنده علاقة بالبيئة والجو العام والطقس وكده تخيل لي نعم لأنه في السودان بنلاحظ الفترة الأخيرة أي لون نبقى أبيض بالذات البنات أنا ما أعرف السير شنو كنا نبقى أبيض بغض النظر عن كيف الكيفية أسير انتو انتو بتطلبوا البيت لازم البيت اول شرط ليها لازم يكون لونه فاتح وحلوية عشان القصة صعبة خلاص أيوة. نعم. فالموضوع بيبقى يعني ثقافة او يعني حاجة جوا نفسك انت عايز تكون شنو او نعم. كده اما التصبغ دي احنا نعتبره مشكلة لازم ليها علاج يعني بتختلف انه احنا عايزين نفتح لون او نفتح كده الصبغة الجلدية زي ما ذكرت هي زيادة في افراز الصبغة دي نعم. ادتنا اللون الغامق مش لون غامق في الجلد في الجلد كله ممكن تكون في بقعتين منطقة معينة في الجلد وكده نعم. فبالتالي نحن لازم نعالجه عشان نرجع للون الطبيعي اللي ربنا خلقه لينا نعم. فبالتالي نحن بنعالج المشكلة نفسها لها علاقة طبعا بالجو لها علاقة بالتعرض للشمس بصورة مفرطة ومستمرة من غير أخذ تدابير معينة مثلا زي الوقاية من الشمس استخدام مراحل معينة أيوة الواقي الشمس برضو عندنا عدم الثقافة في إنه نحن ما مثلا نلبس كاب عشان نحمي نفسنا من الشمس أو ناخذ مثلا أمبريلا اللي هي المظلات عشان نقي نفسنا من الشمس الزايدة وهكذا صح ونحن بالتأكيد كمان بنحيي صباحا عشان كلامكم ده كل السيدات القادرات إنه يكون عندهم حرص على إنهم يكونوا جميلات وفي نفس الوقت مهتمات بالصحة فموازنة الصحة والجمال دي يمكن هي عايزة وعي نحن بنتمنى إنه الجميع يكون عنده هذا الوعي ودي الجرعات اللي احنا بنحاول نقدمها صباحا في انه يكون هذا الوعي للموازنة ما بين الصحة والجمال يعني او المشكلات اللي ممكن تكون فيها يعني جانب لانه تفقد الصحة ويكون في مشكلات زي التصبغات صحيح. مثلا صحيح. خلينا يعني من واقع الحال نتكلم فعلا ممكن تكون برضو الاستخدامات الخاطئة للمركبات الكيميائية المختلفة هي جانب لهذه التصبغات صحيح صحيح الاستخدام الخاطئ للمستحضرات التجميل أو المستحضرات الطبية هو واحد من أقوى الأسباب لظهور التصبغات الجلدية يعني مثلا تأخذ تركيبة أو تأخذ خلطة من أي مكان عشوائية تكون فيها نسب معينة لحاجات بتؤدي للتصبغات الجلدية الأثر الجانبي لها هو التفتيح مثلا زي مكونات الهيدروكينون الكورتيزون الحاجات دي هي بتؤدي لتفتيح البشرة لكن التفتيح ده تفتيح مؤقت أو تفتيح وقتي أو أثر جانبي للمستحضر ضيق
استخدامه المتواصل لفترات طويلة بيؤدي لظهور التصبغات الجلدية. يمكن دي نقطة عايزين نضغط عليها يعني، لأنه كثير من السيدات أو الآنسات بيمشوا لمناطق حتى في الأحياء أو غيرها عشان ياخذوا مركب هو ما معروف اصلا شنو. صحيح. خلينا برضو نتكلم في جانب الهيدروكوينون والزئبق بشكل خاص في قدر شنو هي ممكن تكون مشكلاته. طيب، هي استخدامه مثلا زي الهيدروكوينون هو مصرح استخدامه بنسب معينه جدا او نسب بسيطه جدا لا تتعدى ال 2-4%، لكن لو شلنا اي تركيب او خلطه عشوائيه من اي بوتك بنلقى النسبه عاليه جدا الموجوده للهيدروكوينون. الهيدروكوينون ممكن يكون واحد من الحاجات اللي احنا بنعالج بها التصبغات الجلديه، لكن زي ما ذكرتها بنسب معينه، وطبعا اي حاجه بزيد عن حدها بتتقلب لضدها. فلازم انا بقول يعني استخدام الحاجات دي تكون تحت اشراف طبي، تحت طبيب او مختص بالعلاج بالبشره. ما معنى انه انا بقول الهيدروكوينون هو ممكن يكون حاجه للعلاج التصبغات يبقى حاجه اي زول ممكن يستخدمها او كده، لا، الحاجه دي بها محاذير معينه. حتى الهيدروكوينون هو ما لوحده بيستخدموه، بالضبط، في مكونات ثانيه بتضاف، في حاجات ثانيه، ونحن ممكن نلجا حاليا بقت في بدائل. يعني لانه الهيدروكوينون الريسك بتاعه عالي مثلا في الاستخدام او الاستخدام العشوائي ممكن يدينا مضار، بقت في منتجات بتدينا نفس الايفكت او نفس التاثير بتاع الهيدروكوينون بس سيفتي اكثر او بامان اكثر، مثلا زي المستحضرات بتاعه الكوجيك اسيد. الكوجيك اسيد في الميكانيزم او الخاصيه بتاعته بيشتغل لنا نفسي او بيدينا نفس الايفكت بتاع الهيدروكوينون، لكن من غير اي اثار جانبيه. هي المشكله دائما بتكون شنو؟ في الاسراع، يعني هم بيحتاجوا يكون المعالجه في زمن قصير. ودي مهم برضه نقول انه هو دائما الاشياء او غالبا اللي بتعالج في زمن قصير فيها مشكلات يعني. صحيح صحيح. بيكون طبعا العرس قرب وكده الدولة بترتاح على الموضوع. عايز تتظبط. بالضبط. نرجع لموضوع تاني، موضوع الموضوع برضو يهم الرجال بشكل كبير، الصلعة وما أدراك ما الصلعة، يعني موضوع الصلعة ده. لأنه يومي في دواء جديد وفي منتج جديد يعالج الصلع، المعروف إنه أغلب أنواع الصلع هي وراثة يعني. نعم. ففي ناس ضرتهم الحاجة دي جدا، فناخذ درعة برضو في موضوع الصلعة ده. طيب تمام، عندك شكله عنده مشكله معاويه تيسير. والله مشكله كبيره. انت لقيت الكلام على الصراحه. ايوه، التيم الشغال ده نصه سلعه. قلب الموضوع تماما، مشاكل التصبغات الجلديه فدا عليكم موضوع الصلع. طيب نتكلم عن الصلع شويه. الصلع هو انواع، ممكن بعوامل خارجيه باستخدام مستحضرات معينه اللي هي تصفيف الشعر، استخدام مثلا زي الجيل الحاجات الكثيره، التصفيف المهم عموما هو بيؤدي لتساقط الشعر. ممكن برضه يكون من مشاكل صحيه، يكون عندك نقص معين في الحديد، يكون عندك مشاكل هرمونيه، يكون في حاجات بتنقص وراثه مثلا، ممكن تكون وراثه ده العامل الاساسي. احنا ما نوعد المشاهدين في انه نخصص حلقه عن الصلع ده ذاته عشان محمد والمشاهدين. انا عندي الفرشه دي اللي انت قاعده، لانه في حاجه ثانيه في كارثه قاعده تحصل اللي هي الصلعه والشيب. فبرضه نحن عندنا في ناس مش عملوا صبغه وكتار جدا يعني، ناس واحدة من الحاجات اللي بتؤدي لتساقط الجلد استخدام الصبغات. والصبغه السامه بالمناسبه أيوة. بيعملوها عشان الشيب. يا محمد نحن ناخذ حاجه يعني. طيب. انه اذا الصلع دي وراثي ما تتعب كثير معاهم، اللهم الا زراعه. لكن اذا كان تساقط فقط للشعر ممكن ناخذ فيتامينز، ممكن ناخذ معالجات، ممكن ناخذ زي بخاخات او سبراي زي الناس المينوكسيديل الحاجات زي دي تحفز نمو الشعر. طيب. لكن اذا الحاجه دي صلع وراثي انت الموضوع ده ما تتعب وراه كثير. نعم. احنا بنوعدهم برضه انه ثاني نتكلم ان شاء الله في حلقات ان شاء الله ونرجع لموضوعنا عن التصبغات. ويمكن هي التصبغات يعني موجوده في مناطق مختلفه، لكن دائما يعني التصبغات في الوجه بتكون بالنسبه للسيدات وحتى للرجال فيها مشكلات. هي يمكن وقع الهرمونات تكون في السيدات اكثر، لكن خلينا برضو نقول يعني اكثر الاسباب اللي انتم من خلال عياداتكم ومعالجاتكم هي واقع موجود لمشكلات التصبغات واسبابها يعني. نعم. طيب اول سبب نحن ذكرناه ممكن قبل عارضا اللي هو التعرض المستمر لاشعه الشمس من غير حمايه للشمس. دي واحده من المسببات بالنسبه للنساء والرجال في ظهور التصبغات الجلديه. السبب الثاني ممكن له علاقه بالنساء اكثر اللي هو العوامل الهرمونيه والتغيرات اللي بتحصل في فتره الحمل بتؤدي لظهور التصبغات الجلديه. برضه ناكد انه في بعض الادويه
استخدام الأدوية سواء مثل الأدوية لمنع الحمل أو أدوية لمعالجة الاكتئاب أو غيره أمثلة لها دي بتؤدي برضو لظهور التصبغات الجلدية. برضو في حاجة الضغوطات النفسية مثلا الصدمات العاطفية أو زول مثلا مات له زول قريب حصلت له صدمة عاطفية معه بعد فترة بتلاقي إنه ظهرت له نوع من أنواع التصبغات الجلدية. برضو السبب الثاني احنا ذكرناه عرضا اللي هو استخدام المستحضرات اللي بتحتوي على مواد معينه من غير استشاره طبيب. دي واحده من الاسباب، يمكن دي اكثر الاسباب اللي عندنا بتكون تؤدي لظهور التصبغات الجلديه. يمكن هو جوانب للوقايه ممكن تكون كثيره، يعني احنا في حاجات مرات في امراض كده بتحصل بتصيب الجلد بحاجات كثيره زي البرجم مثلا. نعم. احنا برجمنا كلنا. نعم. بعدين البرجم ده الاثار ما قاعد تروح في سنه وسنتين، صحيح بياخذ زمن. صحيح. فكل الحاجة إحنا لازم يعني يكون عندنا يقين تام إنه الحاجة دي لازم تصبر عليها، ما في حاجة بين يوم وليلة بتروح، يعني آثار البرجم آثار التصبغات الجلدية. أنت لما يجيك مريض أو أي زول مثلا من العيلة أو كده لازم تقول له الحاجة دي بتاخذ معك زمن. ليه؟ لأنه الجلد الطبيعي، يعني ربنا خلقنا إنه كل فترة وفترة الجلد بتاعنا بيتغير بيتجدد. بتطلع الجلد اللي بيكون فيه مشاكل جلدية وربنا بيخلي لنا أو بيبدل لنا بجلد جديد يكون ما فيه مشاكل. فالحاجة دي بتاخذ زمن ما بين يوم وليلة، فنحن لازم نصبر على العلاج. فنحن دائما دي حاجة بننبهها إنه نقول لهم نحن ما عندنا عصا سحرية عشان مثلا الليلة بكرة بقول لك الحاجة بتختفي تماما. صحيح. لازم أنت تصبر على العلاج، يعني مثلا علاج الصبغات الجلدية أو الكلف العميق بياخذ من شهرين لثلاث شهور ما يبي أكثر. نعم. فأنت لازم يكون عندك صبر على العلاج أو أنت أو غيره اللي هو بيكون عنده مشكلة جلدية لازم يصبر على العلاج. والله يكفينا جدر الجرود يعني الحاجة اللي حصلت أخيرا والمرعبة دي يعني. صحيح. ربنا صحيح. شوية ونحن ما عندنا حالات في السودان. صحيح. لكن ربنا يوقينا ان شاء الله جميعا وكل المشاكل الجلديه بالتاكيد. نعم. ويعني بنتحدث عن التصبغات دي يمكن ذكرنا اسباب مختلفه. فيمكن الوقايه منها لها جوانب ممكن تكون هي يعني حاجز قبل الاصابه بمشكله التصبغات. نعم. يعني اشعه الشمس وغيرها من المشكلات احنا كيف يمكن انه نتجنبها عشان هي ما تكون في تصبغات في البشره. نعم. دائما نحن الوقايه انه نتجنب الحاجه او نتجنب الاسباب المسببه لها. يعني نتجنب مثلا اذا كان انا بقول لكم انه مثلا التعرض لفترات طويله لاجعه الشمس بسبب تصبغات جلديه يبقى من باب اولى نحن نعمل حمايه او وقايه منه. والحمايه متاحه جدا، يعني بقت في الصيدليات في اكثر من 100 نوع لانواع الواقي. ويمكن هي دي فهم الثقافة برضو نحن نتكلم يعني الواقي الشمس. كثير من الناس قد تكون الثقافة إن تستخدمي واقي من الشمس ما عندهم. نعم. وحتى اللي عندهم ما بيعرفوا النسبة المناسبة. صحيح. لواقي الشمس ممكن تكون شنو لما بدخل الشمس يسبب تصبغات. صحيح. فبرضو يعني ده جانب مهم نتكلم. طيب ممكن نتكلم عن واقي الشمس شوي بما إنه واحد من الحاجات اللي بتسبب حماية أو وقاية من المشاكل. طيب واقي الشمس هو عنده درجة حماية معينة بتبدأ من 10% لين 100%. تمام؟ بتختلف الحاجة اللي احنا عايزينها على حسب المشكلة. مثلا نحن قاعدين في حتة ما بنتعرض لأشعة شمس كثيرة ممكن نستخدم من 30% لـ 50% مناسبة جدا. الناس اللي بيكونوا تحت أشعة الشمس مباشرة المهندسين الغيره حسب المهنة. نعم. بيل بيحتاج مثلا درجة 100% حماية من الشمس. تمام؟ البرضو اختلاف الواقي لبشرة في ناس مثلا بقول لك الواقي ده والله ما بينفع معي مثلا بيزيد بي ليه انت ما اخذتيه مناسب لنوع بشرتك. اذا مثلا بشره دهنيه بنصح دائما انه الواقي يكون خالي من الزيوت تماما. والحمد لله يعني بالشركات الكثيره المنتجه للحياة بقت الحياة دي متاحه. انا بشرتي دهنيه بمشي بلقى مثلا فور اويل سكين في فروم اويل يعني خالي من الزيوت مناسب للبشره الدهنيه. بنلقى فور درينس مثلا للبشره الجافه متوفر ومتاح، بنلقى البشره العاديه متوفر ومتاح، فانت شوفي او اعرفي نوع بشرتك شنو وجيبيها. الحاجه الثانيه ضروريه وبنبه ليها جدا استخدام طريقه استخدام الواقي، الواقي ما بنعمله وبنطلع دايركت للشمس، لا بالضبط. لازم قبلها على الاقل ربع ساعه نص ساعه قبل ما انت تتعرض للشمس، تعمل طبقه مناسبه منه وبعد كده تطلع للشمس، بيكون في الفتره دي بدا يشتغل او بدا يعمل حمايه كويسه للشمس. برضو الحاجه المهمه لازم يتجدد. يعني الواقي ما بنعمله مره وخلاص بنقول عليه باقي اليوم، لازم يتجدد قبلها ساعتين ثلاثه على حسب الحاجه الموصى بها في نوع الواقي نفسه. تمام. من الحاجات اللي برضه المفروض نحن نعمل مثلا وقايه او حمايه منها، اول ما بدات تظهر التصبغات الجلديه دي على بشرتك
يبقى طوال الجهه الجهة المختصة للعلاج. كل ما قعدت الطبقات الجلدية دي فترة أطول في جسمك بتخش في الطبقات الداخلية بيبقى العلاج أصعب. مشكلة. نعم. صح. ويمكن يعني كثير من الناس شكل المعالجات ده بيهم يستخدموه بطريقه يمكن هي ما منتظمه فبتسبب مشكلات اكثر يعني. وهو الكلام ده انا حسيت بانه عنده علاقه بمهنتك برضه بتلعب دور في موضوع حمايه البشره، الميكانيكيه، النجارين زي ما قلت لك، المسنجيه، السواقين، كلهم دول بيتعرضوا لاشعه الشمس لفترات طويله جدا. صح. ثقافه انه يمشي يجيب له حامي هي صعبه شويه، بس على الاقل تتجنب اوقات الذروه، يعني الاوقات اللي فيها شمس بتكون ما نطلع. نعم. او ما كده. اذا مشيت مثلا حاول مثلا على قدر امكان الشغل يكون في مكان فيه ظل فيه كده، رغم انه حتى في الظل بتجي اشعه بس نوعا ما غير المباشره. بس لانه نحن الراجل عندنا ما بتمسح عيب شديد، ما ده كان زمان. صح والله، هي كان زمان. نعم ده كان زمان. هي دار الصحة طبعا هي مقبولة كل المعالجات. صحيح. فخلينا نختم بأهم المعالجات لموضوع التصبغات. نعم، العلاج الحمد لله مع تطور الطب الحديث بقت متاحة كمية من العلاجات، ابتداء من استخدام المستحضرات المناسبة، ابتداء من أنواع منها التقشير الكيميائي أو التقشير البارد، ابتداء من الليزر بأنواع المختلفة، ابتداء من جلسات الميزوثيرابي. يمكن الحاجة نفسها عشان احنا نتكلم عنها عايزة نفرد لها حلقة كاملة. إن شاء الله إن شاء الله. زمن سرقنا كالعادة. صحيح صحيح. قالوا انتهت الحلقة؟ تمام. نعم، ودع الناس نشكر الدكتورة. طيب لسه نحن عندنا زمن ثاني معنا، نمشي الكنترول ونعود. وهو الزملاء في الكنترول، نحن حنمشي الكنترول، عندنا فقرة ولا حنواصل في حوارنا؟ نحن بنشكرك دكتورة ريهام محمد الحاج الصيدلانية واختصاصي في مشاكل البشرة والشعر، تحدثنا اليوم عن التصبغات، ويمكن التصبغات عندها مشكلات مختلفة، ونحن حريصين من خلال الصباح تكون في جوانب مختلفة للصحة. تحدثنا عن التصبغات، ومع بداية الحلقة تحدثنا عن المشكلات المختلفة في الغضاريف.